انطلقت فعالية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، وتستمر فعالية المهرجان حتى 25 من إبريل الجاري بمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم. واختارت إدارة المهرجانات دولة تونس كضيفة شرف المهرجان. أنا بشوف إنها دورة شديدة الثراء والتميز. السنة دي عندنا لأول مرة دولة ضيفة شرف هي دولة تونس الشقيقة. بنكرم دولة تونس وبنكرم منها يعني صناع سينما مهمين جدا، نجمة هند صبري والمونتيرة كهنة عطية، وعندنا برنامج للأفلام التونسية القصيرة، وعندنا ندوة عن سينما المرأة في تونس. كمان عندنا السنة دي برنامج للأفلام السودانية القصيرة وبرنامج للأفلام الفلسطينية القصيرة، وعندنا ندوة عن مشروع أفلام من المسافة صفر اللي أطلقه المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي. ده غير مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة الورش. الحمد لله البرنامج الفني للمهرجان شديد التنوع. عندنا تكريمات مصرية مهمة، عندنا المخرجة هالة خليل، الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج، عندنا النجمة غادة عادل. بشوف أنه المهرجان السنة دي الحمد لله في ثراء وتنوع. ده التكريم الثاني من إنجازاتي، لأن أنا أسست هذه المدرسة، يعني ده سبب التكريم بتاعي. يعني دي أول مرة أحضر مهرجان أسوان، اللي سمعت عنه كثير وكان صدى جدا جدا جميل، فكان مشرف بالنسبة لي أن أكون عضو لجنة التحكيم هذه السنة في هذه السنة المهرجانية. طبعا أجواء النيلية والأجواء الجميلة، الرياح الطيبة، القلوب الطيبة، والناس بصراحة شفت أجواء يعني بعيدا عن الفن موجود الإنسان، أصدقائي اللي شفتهم من مدة طويلة لم ألتقي فيهم، فأنا فرحان وأشكركم على هذه الدعوة، وأشكر مهرجان أسوان وأشكر أسوان نفسها على هذا الجو اللطيف والجميل. استفدت كتير أنا، يعني هو مهرجان أسوان كان من أهم الأشياء اللي حطتني في التراك، أني أفهم الشغلانة، أني أشتغل. سنة دي أنا بشتغل في أفلام مع مخرجين. أنا الطالبة أنيا من روسيا، سعيدة جدا بزيارتي الأولى لجمهورية مصر العربية، خاصة أني بدأت الزيارة للقاهرة ومكثت بها يومين، وأردت التعرف على ثقافة الشعب المصري خاصة في أسوان التي وصلت إليها اليوم لأتمتع بطبيعتها الخلابة. وشعرت بالسعادة الغامرة عندما زرت اليوم رمز الصداقة المصرية السوفيتية. My name is Gozelle and I'm from Russia. اسمي جوزي ومن روسيا. حضرت إلى أسوان لمشاهدة المهرجان الدولي لأفلام المرأة. هي المرة الأولى التي أحضر فيها لمصر العظيمة، وأتمنى بالطبع الحضور مرة أخرى. وأما عن الشعب المصري فإنه كريم ومضياف. And I hope to visit it again.